بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية المستوى العاشر، أهلا ومرحبا بكم في كورس الفاونديشنز انجينيرينج 2. معاكم دكتور محمود حسين الأستاذ المساعد بالقسم. إن شاء الله النهاردة هنبتدي شابتر 3، وشابتر 3 أول جزء فيه اللي هو تصميم الكومبايند فوتينج. هتقول لي ان احنا خدنا الكومبايند فوتينج دوت في فاونديشن 1، هقول لك احنا خدناه لما كان معرض لقوة فقط. ان شاء الله في الشابتر ده هنتكلم على الكومبايند فوتينج عليها لودز بالإضافة لمومنت، يعني كومبايند فوتينج سبجكتد تو مومنت. مبدئيا عايزين نفتكر كده يعني ايه كومبايند فوتينج وامتى بنعملها. كومبايند فوتينج ما هي الا نظام من انظمه الفاونديشنز بتاعتنا، غالبا بيبقى في عندي عمودين، والعمودين دولت لو عملنا ايزوليتد فوتينج ليهم هيتداخلوا مع بعض، فبنضطر ان احنا نعملهم الاثنين مع بعض في قاعده واحده، بيبقى طولها ال وعرضها بي والسمك بتاعها تي، وبتبقى على عمق من الارض اسمه الدي اف. العمدان ديت ممكن لو حصل تداخل كده، او لو انا عندي جار لو تفتكر في فاونديشنز 1 وكان في عندي حمل العمود دوت اللي هو البي 1 دوت اكبر من بي 2، والمسافه دي كانت مسافه صغيره في حدود مثلا 4 متر، فكنا بنعمل الكومبايند فوتينج بتاعتنا. يعني هو نظام بيخلي لي الاحمال بتاعه الاعمده ديت سنتريك في القاعده وتوزع الاستريسز تحتيها يونيفورم. وطبعا زي ما انت شايف اهوت، ادي القاعده بتاعتي الكومبايند هنا اهوت، وفي عمودين بالشكل اللي انت شايفهم دولت عليهم بقى لودز، عليهم مومنت اللي احنا هناخده في الكورس بتاعنا، هيبقى عليها بالاضافه لللودز في كمان مومنت. شكرا.